مرحبا استاذ. اهلا وسهلا ومرحبا. ان شاء الله ما وصلت لعندكم. ايه وصلت من امبارح. انا وصلت لكم اياها. يا سيدي كتر خيرك والف شكر لك. راضي؟ نعم. مهما حاولت تجاهله ما راح يحل عنك لياخذ ال 100 ليره، لذلك اعطيها فورا وتعا كمل اكلك قبل ما هي برود. هيك قلتي؟ ايه هيك قلتي. طيب على عيني. يا اهلا وسهلا مرحبا. يا امين. تفضل اخي. هاي 100 ليرة ما في غيرها، لا تقلي رفيقك مستنيك تحت، تفضل. يستلموا الايدين، ان شاء الله كنت تطمي تشربوها تنزل على قلبكم هنا وتشفى. وعلى قلبك ان شاء الله. السلام عليكم. اهلا وسهلا ومرحبا يا اخي، شرفت يا حبيبي. العمى يا شو هاد؟ كل واحد بيقوم بواجبه وبده عليه حلوان واخرته. يعني انا لازم يكون بجيبتي دائما 600 700 ليرة فراطة. ايه مو انت بدك ترجع لبلدك؟ صحيح يا سوسن، بس مو كل المواطنين هيك؟ لا، لأنه اليوم بالمواصلات في موظف خدمني ومشالي معاملتي وهو عم يبتسم وعم يحاكيني بكل احترام وأدب وما طلب مني فرنك واحد. تعدم إيه؟ أبصر شو قصته، بجوز لساته جديد، لا تخاف عليه، بكرة بيتعلم، رجع لعنده بعد سنة وشوف. الفصل اللي حكيت لي اياه ما بدي اتعرف على حدا ولا بدي احضر خطبه حدا. حل عني اياه. ايش مفكر حاله فات على محل نوفوتيه وحمل قميص ومشي؟ معلش راضي بعرف انه اخوك بس فعلا تصرفه سئيل. لك يا ستي كل يلي اخذون ما بيطلع حقهم كلهم على بعضهم. 25000 ليره يا دوب. بالله مو عاجبينك ال 25000؟ لا شيت انه مو عاجبيني. عاجبيني بس شو بدي اساوي؟ ليش هو الثاني مد ايده على جيبته وبده يدفع لي حقهم وانا قلت له لا؟ شوف راضي هالمره مش الحال، ثاني مره مين ما اخذ من عندك شيء بتاخذ منه حقه حتى لو كنت انا حال والله. ولك يا ستي انت بتاخذي المحل كلياته كله بدون حساب. شوفي مين تسلمي لي. الو اهلين مرت عمو. ايه موجود. امك بدي اياك. امي هاتي نشوف. الو اهلين امي كيفك؟ الله يخلي لنا اياكي. نعم زعلانه مني ليش؟ ايه لا ما عندي حدا. ايه تكرم عينك امي غالي والطلب رخيص. لا مو مشكلة على حسابك يا امي. ايه تكرم عينك ولو بس يمر منزير ياخذ الخاتم لخطيبته ببعث لك واحد تاني الك اغلى منه ان شاء الله. اهلين وسهلين امي يخلينا اياك يا رب. لا خليكي خليكي الله يخليكي مع السلامة. ايه روحي انا فايت ارتاح شوي بوطي. تعال هون. وين رايح؟ احكي لي لشوف شو قصة الخاتمين اللي بده يمر ياخذهم منزير؟ خاتمين هنن خاتمين وبس، واحد لخطيبته لأنه قال سوارة ومحبس قليل يعني لازم يكون معهم خاتم. يمكن الحق بإيدهم والله يا سوسن. وواحد لأمي مشان تلبسه بيوم الخطبة. بس الخاتم والله اللي راح تلبسيه أنت راح يكون أحلى منهم كلهم ما في حكي. وبكرة بتشوفي. الله بدك تضحك علي وتسكتني بخاتم؟ قل لي لشوف بدك تاخذ حقهم ولا لا؟ والله ما بعرف محتار. انت شو رايك؟ والله انا رايي اذا عرضوا عليك مصاري لا تاخذ. عيب عيب تاخذ من امك واخوك. عيب شو هالحكي؟ لا يا سوسن هلا بدي ازعل منك. مزبوط قبل شوي نبهتي علي اني حاسب القريب والبعيد، هلا عم تقلي لي اني ما اخذ حق الخاتمه من اهلي. بقى شلون هيك صار؟ حيرتيني. راضي وصلت معي لهون ها؟ ولك تسلميلي تسلميلي وقت بتعصبي ما احلاكي. يا ستي بكره بدي ابعتها لامي سواره فوق الخاتم مشان تحلوي بزياده. والله ساعتها لا بعصب ولا بهز بدني ولا على بالي. باخذ امي على المحل وبخليها تنقي طقم ذهب، عقد واسواره وخاتم كمان. بقى شو رايك؟ لكن شو مفتكر المحل تكية لناس وناس؟ لا حبيبي. Thank you.
يعطيك العافية يا أخ. الله يعافيك، أهلا وسهلا. مور مبروك المحل. الله يبارك فيك ويخليك. يا سيدي بديش الدهم اليوم؟ يا سيدي 21 ب 410. ها معناتها مرتفع. يا سيدي 5 ليرات بالجرام، مالهم محرزين. حلو، على هالحالة أرباحكم رح تزيد. عفوا ليش عم تسأل هالأسئلة؟ مين حضرتك يعني؟ أنا موظف المالية تبع ضريبة الدخل. يا اهلين وسهلين ومرحبتين. تفضل 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 ارتاح. ايه سيدي قديش بتحب نحط لك ضريبه سنويه؟ والله يلي بتقدروه بدنا نلتزم فيه، ما في كلام، هذا حق للدوله ولازم ندفعه. تفضل تفضل ارتاح. يا اهلين وسهلين. يا سيدي الله يكتر من امثالك، اصبح رح نسجل عليك 10,000 ليره بالسنه بس، باعتبارك مشتري المحل الجديد يعني. كتر خيرك، بس مالك شايف انه 10,000 كتار شوي على محل مثل محلي؟ يعني انا رسمالي كلياته يا دوب يطلع كيلين ذهب. هدول الكيلين اللي عم تحكي عنهم مو عبره، بكره بتشتري من العالم وبتبيع مثلك مثل اللي عنده 10 كيلو. طيب خليهم 6,000. شو 6,000 انت تاني؟ الموظف المنتوف اللي عايف حاله عم يدفع ضريبه الدخل 6,000 ليره. يعني بتريدها انت الصايغ اللي عم تلعب بالذهب لعب تدفع عند الموظف؟ لا ما بريدها، لازم تنزلوا له للموظف ضريبه الدخل للنص. شو عم تتمسخر انت؟ لا 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 ما عم بتمسخر، بس حضرتك حكيت كلمه جوهريه، يعني ما بيجوز الموظف يدفع قد الصايغ. ها ها انت عيني، مشان هيك نحن رح ناخذ منك اكثر منه. حلو الكلام. ايه كمل لي وبعدين. يا ستي سجل علي 10,000 ليره. الله يصلحك انت التاني، كنت كباس بايده 1,000 ليره كان نزل لك اياها للنص. لا لا شو الحكيات، شو الحكي اللي عم تحكيها سوسان؟ لا انا ما بحب شغله الرشوه منوب، يعني ما بلاقيها حلوه بحقي. انا يا سوسان احب على قلبي ادفع 5,000 ليره للدوله ولا ادفع 100 ليره رشوه لحدا بهالدوله. ليش؟ لانه الدوله الله يعزها، الله يعزها بعزه، فتحت لنا سوق حاط عليه حراسة ليل نهار، فلازم نحن نساعدها. مشان هي كمان بدورها تساعدنا وتضل عم تقدم لنا خدمات هالجليلة. بالظاهر هذا موظف شركة الكهرباء يلي قطع التيار جاي ياخد إكرامية. إجا بغيابك وأخدها. لك مين عم دق الباب؟ ما بعرف، روح شوف مين. مساء الخير استاذ. مساء الخيرات، اهلا وسهلا. امور؟ انا موظف مالي يا استاذ. اتاخرت يا استاذ، اجى رفيقك لعندي اليوم على المحل ومشي الحال. مين رفيقي؟ ما حدا غيري انا مكلف ياخذ ضريبه. ليكون شي واحد انتحل شخصيه موظف الماليه ونصب عليك نصبها؟ حاكي من الصابين كتار هالايام يا استاذ. طيب اعطاك شي وصل؟ وصل شو؟ وصل بالمبلغ اللي قبضه منك. لسه ما قبض شي، قال بعدين بتطلع الضريبة، ضريبة الدخل، هيك قال. ها ايوه، ايه فهمت عليك. اخي انا جاي مشان ضريبة تانية. ضريبة شو؟ ضريبة المثقفات. انو مثقفات؟ تبع البيت. انو بيت؟ انو بيت يعني؟ هذا اللي ساكنينه. ليش صار في ضريبة بالبيوت اسمها ضريبة المثقفات؟ هالضريبة موجودة من زمان، بس هلا رفعوها شوي. ايوه، ايه قول من الاول يا اخي. على كل اهلا وسهلا فيك، هذا حق الدولة الله يعزها بعزه ولازم ندفع لها اياه. وكتر خير هالحكومة يا اخي يلي عم تسمح لنا نشتري ونتملك وعم تحافظ لنا على ملكنا وتحمينا من السرقة ومن الحريق وغيره وغيراته، الله ياخذ بيدها امين يا ارحم الراحمين. ايه اخي قديش بيطلع علي؟ حظك كثير حلو هالسنة يا استاذ، لانه طلع عفو على فوائد الضرائب المتأخرة، يعني انت ما رح تدفع ولا قرش من جيبتك. نافذ بيتك او عامل ديكورات فيه؟ لا، لانه في ضرائب على النفط، بقى نافضه شيء؟ اللي اذا نافضه. ها لا يلعن يلي نفضه مني وعلي. حلو كثير. المهم قديش بدكم مني اخي؟ هلا عليك ضريبه 2 متاخرين لورا،
وهي السنة صاروا ثلاثة، بس هالسنة ضريبتها أكتر شوي. لحظة بالله لأحسب لك ياهو إذا بتريد. إيه سيدي، إذا قلنا 585 30 أنا في 3 بأربعة شنا 2 5 5 1 7 2 أخي بيطلع عليك 2715 ليرة. بقى شو تلحالي؟ تلحالي قبل ما تخلص هالسنة وتتراكم عليك الضرائب وما تقدر تجي تدفعها، قلت يا ولد لوفر عليك هالمشوار وإجي أخذها بنفسي. كتر خيرك يا سيدي، شرف. 1 2 3 هيك.